مرحبا والجمال، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ليزلي تابيا هي من ترافقنا. ليزلي تابيا هي عزيزة كبيرة الحجم من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك شبكة انستغرام، شبكة تيك توك وصانعة محتوى رقمي تشق طريقها بعزم وشجاعة. ولدت ليزلي تابيا في 17 يناير 1996 في فينيكس أريزونا الولايات المتحدة. تبلغ من العمر 27 سنة اعتبارا من عام 2023. برجها هو برج الجدي. جميلة حاليا في فينيكس أريزونا الولايات المتحدة. بدت الجميلة في عرض الأزياء ومهبتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يونيو 2020. جميلة كمتجر إلكتروني متخصص في ملابس النساء وأكسسوارات ومواد التجميل. الجميلة إعجاب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، قد ساعدها ذلك على بناء قاعدة جماهيرية تزيد عن 149 ألف على حسابها الخاص على انستغرام. ليزلي أيضا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ذات السلع، حيث يتابعها الآلاف من الأشخاص ويقدرون أعمالها. تبلغ القيمة الصافية للتجربة الجميلة في سنة 2022 ما بين 100,000 و500,000 دولار أمريكي. أما قياساتها فهي جاءت كالتالي: طول القامة الحسنة الأمريكية 166 سنتيمتر، قص صدرها 98 سنتيمتر، قص الخصر 84 سنتيمتر، أما مقاس الورقين 123 سنتيمتر. شعرها ولون العيون بني، الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.